والله حاليا هي الحركه التجاريه طبيعيه مثل بسيطه بالضبط. عمليه التبادل التجاري بسيط موجود. نعم. قضيه التزام الناس يعني اليوم صراحه نشوف داخل يعني الغزاليه اكو التزام نوعا ما في قضيه والله هي تعتمد على ثقافه المواطن بالدرجه الاولى بالضبط. فهو يعني تطبيق الاجراءات الوقائيه اصبحت معلومه يعني خصوصا الاجراءات الوقائيه يعني الاعلام تم تغطيتها بشكل واسع بالضبط. قبل شهرين او ثلاثة اشهر هذا تعتمد على الثقافه نقول خفت نوعا ما بالفتره الاخيره اكيد خلت. اكيد بعد تخفيف الاجراءات هذه حاليا مشكله. الله كرم الله حياك الله ان شاء الله برضه يعني بصراحه اليوم اغلب الناس يعني تتحدث عن قضيه الالتزام هي نقطه ضروريه لكن يعني بالمقابل مثل ما ذكرنا انه تكون اكو اجراءات تناسب الوضع اللي نمر به.